بالأمس القريب حفيدة الدكتور عبد الرحمن سميط عمره 12 سنة لما تفوقت في الدراسة هديتها أفريقيا. الشيخ ما عنده غير أفريقيا، حياته كلها أفريقيا. هديتها في تفوقها أن تذهب إلى أفريقيا تتعلم الدعوة. شوف طفلة 12 سنة، فرجعت بعد أيام وقد أسلم على يديها 37 امرأة دخلوا في دين الله عز وجل. شفت من صدق مع الله كيف يصدقه الله عز وجل.